بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا كافي يا شافي، يا خالق يا بارئ يا كافي يا شافي، يا مصور يا مفيد يا كافي يا شافي، مدبر يا شديد يا كافي يا شافي، يا محمود يا معبود يا كافي يا شافي، يا بعيد يا قريب يا كافي يا شافي، يا مجيب يا رقيب يا كافي يا شافي، حسيب يا بديع يا كافي يا شافي، يا جليل يا جميل يا كافي يا شافي، يا مقيل يا منيل يا كافي يا شافي، يا وكيل يا كفيل يا كافي يا شافي، يا أول يا آخر يا كافي يا شافي، يا ظاهر يا باطن يا كافي يا شافي، يا فاصل يا واصل يا كافي يا شافي، يا قاضي يا عادل يا كافي يا شافي، يا عالم يا حاكم يا كافي يا شافي، يا قائم يا دائم يا كافي يا شافي، يا واحد يا أحد يا كافي يا شافي، يا علي يا شامخ يا كافي يا شافي، يا باذخ يا فتاح يا كافي يا شافي، يا نفاح يا مرتاح يا كافي يا شافي، يا مفرج يا ناصر يا كافي يا شافي، يا باعث يا وارث يا كافي يا شافي، يا طالب يا غالب يا كافي يا شافي، تواب يا أواب يا كافي يا شافي، يا طهور يا شكور يا كافي يا شافي، يا لطيف يا خبير يا كافي يا شافي، يا مجير يا منير يا كافي يا شافي، يا بصير يا ظهير يا كافي يا شافي، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون لا إله إلا الله الحليم الحكيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا وارزقني خيرا من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بحق محمد وآل محمد اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.